يعني فيها أحد يعينك، فتكون مثل وحدك وقد ما تصبر. بعض الناس مثلا يقدم على أمر وهو لا يتحمل، ثم يخذله الناس، لا تقدم على ذلك. أما لك تتحمل وتصبر ولا لن تكون معانا، تقدم على ذلك. أفضل الجهاد كلمة الحق عن السلطان الجائر. أنت تتحمل، ما تتحمل لا تقول الحق الذي تذهب به حياتك. تتحمل كل أدرى بنفسه. وهذا سر الجمع بين ما يسأل عنه الكثير الآن، بين بعض الناس يقول اللهم أقم عن الجهاد، وما يسأل دائما يتصل يقول ما هو الجمع بين هذا وبين لا تسألوا الله لقاء العدو، لا تسألوا لقاء العدو، اسأل الله العفو والعافية. الجمع بينه لا تسألوا لقاء العدو. لا معنى هذا إذا كنت ما تتحمل أو تعلم نفسك الضعف لا تسأل لقاء العدو، لا تتمنى لقاء العدو، لا تتمنى لقاء العدو. أما من كان من علم من قوة من نفسه قوة والصلابة والعداد فإنه يتمنى لقاء العدو، كما كان الصحابة يتمنون لقاء العدو. بل من كان من دعائنا رمضان عمر وهذا في البخاري، اللهم نسألك قتلا في سبيلك وشهادة في بلدي رسولي، كما قال خبيب بن عدي في البخاري، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله ويشهد يبارك على صلى الله عليه وسلم ومزعم. نعم.